ينضم إلينا من دبي رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي. أهلا بك رائد. يعني كل الحديث الآن يدور حول توقعات الأرباح، هناك توقعات متفائلة جدا لربحية الربع الرابع، على ما تم بناء هذه التوقعات؟ فعلا عندنا بيانات منتظرة مهمة جدا خلال التعاملات هذا الأسبوع، ويعني مجموعة من أرباح الشركات التي من شأنها أن تقرر مستوى تعافي الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي كذلك الأمر. الأرباح متوقع أن ترتفع، والتوقعات هي بحوالي 30% بالنسبة للS&P كمجمع. هذا مرده إلى عنا خمس محاور رئيسية أو خمس قطاعات رئيسية. أولا الشركات التي استفادت من فترة كورونا والعمل من المنزل، وهي شركات الانترتينمنت إجمالا، وكانت عندنا نتفليكس تتصدر، إضافة إلى مجموعة وولد ديزني وغيرها من الشركات. في عنا أيضا الشركات التي استفادت من العمل عن بعد، مثل عنا ألفابت وكذلك دروب بوكس وغيرها من الشركات. في عنا الشركات أيضا التي عاد للارتقاء مجددا، وهي شركات السفر بعد أن تلقى ضربة كبيرة تعود مجددا للارتفاعات. عندنا شركات التصنيع أو قطاع البايوتكنولوجي أو الشركات التي اهتمت بصناعة اللقاحات، كذلك الأمر حققت الطفرة والارتفاعات. وأخيرا عندنا القطاع البنكي الذي أيضا من المتوقع أن يحقق أداء إيجابيا. وننتظر تشيس وديبي مورغان ومجموعة من البنوك. القطاع البنكي نحن نتوقع بدء النتائج في القطاع البنكي يوم الأربعاء الخميس والجمعة، ونتائج للبنوك الأكبر في الأسواق الأمريكية. طيب الآن هذه البنوك الكثير منها انكشف على صندوق أركيغوس هناك تأثرات، ألن يكون هناك أي مفاجآت بالنسبة لنتائج القطاع المصرفي، خاصة بأننا أيضا في هذا القطاع سمعنا عن تفاؤل؟ يوجد تفاؤل كبير في هذا القطاع، لأنه كمان نحن ما ننسى عن ارتفاع عوائد السندات، وهي جزء مهم جدا من استثمارات البنوك والقطاع المالي إجمالا. وارتفاع عوائد السندات فوق 1.60% بالنسبة لعشرة أعوام يعتبر عامل مهم جدا لتحسن مالية هذا القطاع. يوجد بعض الضغوط التي حققتها، يعني مثل هيج فاند الشهير الذي خسر 20 مليار في يومين، أعتقد هذا بحد ذاته يعتبر ضربة لبعض القطاع بعض البنوك. ولكن إجمالا الأداء الإجمالي المجمع لهذه البنوك أعتقد سوف يكون إيجابي، نظرا لوجود برامج التيسير الكمي الضخمة التي تم تمريرها، وكذلك الأمر التعافي الذي حققته العديد من الشركات وبالتالي ما قدرتها على السداد لقطاع البنوك. بالتالي من هنا تأتي الإيجابية. وأيضا في نقطة مهمة جدا اللي هي سبورت التي حققته يعني صناع السياسة النقدية للشركات وقطاع الشركات، وبالتالي حتى لا تتعثر بالشكل وتنكشف البنوك بشكل كبير على أداء هذه الشركات، ساهم بشكل واضح بتعزيز أداء هذا القطاع. وبالتالي القطاع البنكي سواء كنا نتحدث عن تشيس جي بي مورغان والعديد من البنوك التي سوف تبدأ من يوم الأربعاء كما ذكرتي، أعتقد سوف يحفز أداء الأسواق وسوف يكون إيجابي إلى حد ما. ولكن تصريحات جيروم باول التي كانت يوم أمس إلى حد ما تكتنفها بعض الحيرة وعدم اليقين، وهذا ما سوف يعني تظهر نتائجه على الأسواق أكبر. يعني حتى لو كان عندي أداء إيجابي ممكن يكون في عندي ضعف نوعا ما في ترجمة هذه الأداء الإيجابي في ارتفاعات أسواق الأسهم، خصوصا أنه نحن لامسنا يعني تم تسعير بجزء كبير منها في الأسواق. شفنا يعني S&P 500 فوق 4120، و أيضا يعني مستويات تاريخية على الداو جونز كذلك الأمر. أعتقد يعني يوجد هناك بعض التصحيحات لأنه الأداء الإيجابي قد لا يكون مستداما بالفترة القادمة. طيب وترجمة البيانات التي قد تصدر من الشركات لن تكون بشكل كبير جدا، خصوصا إذا ما كان هناك مخالفة للتوقعات. طيب رائد تحدث عن خمس قطاعات أساسية هي التي ستقود المرحلة المقبلة من النتائج، ماذا نتوقع بعد ذلك؟ يعني هل سيقل التفاؤل بالنسبة للقطاعات التي قادت الأسواق في فترة الجائحة؟ هل ستتغير الآن مع عودة القطاعات الدفاعية ربما إلى النشاط في المرحلة المقبلة؟ عشو منخلي عيننا في بقية هذه السنة بعد أن نرى هذه النتائج وتأثيرها على السوق؟
يعني أهم وأبرز ما يرتبط به النمو بالفترة القادمة هو وتيرة انتشار اللقاحات. نحن اليوم سمعنا من جونسون أند جونسون 50 مليون جرعة سوف يتم تسليمها في أوروبا، وسبب ذلك بعض الفورة في الأسواق نوعا ما وانتعاش بأسعار النفط وتحسن للأفاق المستقبلية. الأمر مرتبط جدا مايا بانتشار اللقاح بوتيرة أسرع وارتفاع أعداد الذين تلقوا هذا اللقاح. ممكن أن تكون الأنظار تبقى مستقبلية لأن ذكرتها حاليا وهي التي تقود التعافي في الفترة القادمة، وعلى رأسها القطاعات الدفاعية اللي ذكرتيها أو التي ترتد من القاع مع عودة الاقتصاد للوضع الطبيعي مثل شركات السياحة شركات السفر، وخصوصا مع أقبالنا إلى موسم الصيف والسفر. هذا يجب أن يكون متزامن بشكل كبير مع توسع وتحسن بيانات فيروس كورونا أو انخفاض في حالات الإصابة وارتفاع في عدد التطعيمات. رائد، خليني أسألك سريعا جدا أيضا، التوقعات هذه في التعافي نراها في الولايات المتحدة، ولكن يبدو أننا أصبحنا متشككين بالنسبة لأوروبا وسرعة التعافي، قد لا نراه حتى العام المقبل بحسب تصريحات المركز الأوروبي. شو رأيك سريعا لو سمحت لأنه معنا وقت؟ معنا متضرر بشكل كبير، تماما متضرر بشكل كبير قطاع المستهلكين. يعني عندنا مستويات القطاع المستهلكين ضعيفة في المنطقة الأوروبية، وذلك مرد إلى الإغلاقات الاقتصادية القوية المتكررة والمستمرة سواء كان في ألمانيا أو فرنسا وإيطاليا. هذا من شأنه أن يضعف الطلب والاستهلاك، عامل مهم جدا في المنطقة الأوروبية، والتضخم لا يزال ضعيف جدا في القارة العجوز وهو مفتاح التحسن. إذا ارتفع التضخم سيبدأ التفاعل سريعا في المنطقة الأوروبية. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.